والغلو اليوم موجود، يقولون أقوالا ما قالها أبو جهل ولا أبو لهب ولا فرعون. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن ما قال خلقت السماوات. والختمية في كتابهم فيوض البحور المتلاطمة، وفي كتاب النور البراق الختمية طريقة تنتسب إلى الإسلام. قال شيخهم أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. وقال شيخهم أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. وقال شيخهم الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا. أيوب لما دعانا عند بلوته، أيوب قالوا أيوب دعا الختمية، وأين كانت الختمية في زمن أيوب عليه السلام؟ أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. والقادرية كتاب الفيوض الربانية في المآثر والأوراد القادرية، قال شيخهم عن شيخي ذراعي من فوق السماوات كلها، أي غلو يشابه هذا الغلو؟ ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. أنا كنت في العليا بنور محمد، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما برد النيران إلا بدعوتي. وكنت مع راعي الذبيح فداءه، وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. وكنت مع يعقوب في غشو عينه، وما برئت عيناه إلا بتفلتي. وكنت مع موسى مناجاة ربه، وموسى عصاه من عصايا استمدتي. وكنت مع إدريس لما ارتقى العلا، وأسكنته الفردوس أحسن جنتي. وكنت 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 إلى أن قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. أي غلو هذا وأي كفر هذا بالله رب العالمين؟ وآخر السمانية في كتاب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، قال صاحب الكتاب حكي أن الشيخ عبد الرحيم المغربي كان جالسا في حلقة، فنزل شبح من السماء، فنزل في حلقة الشيخ، ثم صعد الشبح، فقال الحاضرون للشيخ يا شيخ ما هذا الشبح؟ قال هذا ملك من ملائكة السماء وقعت منه هفوة، فجاء يستشفع بنا إلى ربه فقبل الله شفاعتنا فيه. ملك يعصي الله ويستشفع لله بالشيوخ. أي كذب هذا وأي غلو؟ ما قاله والذي رفع السماء أبو لهب ولا أبو جهل ولا عقبة ابن أبي معيط ولا 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 من صناديد قريش. فالواجب على الناس أن يوحدوا الله وأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهدوا في طاعة الله، وأن يتحرروا من هذه الطرق ومن هذه البدع ومن هذه الشركيات. ويشهد الله المستوي على عرشه أنا بلغنا الناس، أنا بلغناهم.
من أراد أن يقتحم جهنم ولظى على بصيرة فله ذلك، من أراد الضلال من أوسع أبوابه فله ذلك، فليتعلق بهؤلاء وليلجأ إليهم، سيأتي يوم يفرون منه ويفر منه. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى، لا تتعلق بشخص، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم، إلى آخر الآيات.